رجعنا لكم مرة تانية ومكملين كلامنا عن 2022 وإزاي نتحضر ل 2023. لكن بما أن الحلقة دي احنا خصصناها لحصاد 2022، خلوني أبدأ معاكم بالإنجازات اللي حققناها. والحقيقة أن مصر كان ليها نصيب كبير جدا من الإنجازات اللي حصلت السنة دي. عندنا مثلا أول حاجة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي اللي كان في شرم الشيخ، واللي تناقش فيه قضية تغير المناخ وتقدم حلول كتيرة للمشكلة دي، واللي حضر 127 دولة وقادة العالم كلهم كانوا موجودين عندنا، وكان حدث مشرف جدا لينا طبعا قدام العالم كله. يعني أميرة، ده واحد من أهم الأحداث اللي حصلت كمان عايزين نتكلم فيها. بالضبط هندو، كان عندنا المؤتمر الاقتصادي المصري اللي كان هدفه اقتراح سياسات واضحة علشان تساهم في زيادة الاقتصاد ومناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد على المدى البعيد، وشارك فيه برضو نكبة كبيرة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء. فكان مؤتمر برضو مهم جدا جدا ومثمر جدا بالنسبة لنا. صح، وبرضو من الأحداث المهمة لو تفتكري افتتاح مصر لمدينة العلمين الجديدة، وده حدث ما ينفعش ان احنا ننساه، وخصوصا ان مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وبتعتبر واحدة من مدن الجيل الرابع وأفضل المدن السياحية في مصر، فيها مشروعات عالمية ضخمة زي مراكز تجارية عالمية، أبراج سكنية وسياحية، ومشاريع كتير جدا 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 في العالمين. بالضبط هند، وبما انك اتكلمتي على المشروع ده تحديدا، يمكن مشروع مدينة العلمين فرصة علشان نتغلب على التكدس السكاني اللي حاصل، والاستفادة من الساحل الشمالي انه يكون واجهة سكانية نقدر نجذب بيها السياح طول السنة. فالموضوع مهم جدا، وزي ما عندنا مدينة العلمين عندنا مشاريع كتير جدا، عندنا المتحف المصري الكبير في الجيزة، تطوير منطقة الأهرامات كلها، والافتتاح هنشوفه بإذن الله في 2023. وكمان من ضمن الإنجازات للدولة شبكة الطرق اللي كلنا شايفينها بشكل واضح، والكباري الضخمة اللي اتعملت، وافتتاح 4 محطات جديدة لمترو الخط الثالث. وخلينا نقول إن المرحلة دي من أهم مراحل مترو الأنفاق، عشان لأول مرة هيتم ربط القاهرة بالجيزة. صح مظبوط. كمان في حتة تانية عايزين نروح لها ونتكلم عن نجاحات حصلت فيها برضو بس في مجالات تانية، سواء كانت نجاحاتنا في أحداث استضفناها أو شخصيات رفعت اسم مصر في العالم كله. تعالي نبدأ بقى بالشخصيات. يعني أنا أول شخصية بالنسبة لي طبعا فخر العرب اللي مشرفنا محمد صلاح، واللي دايما بقول ان قصة محمد صلاح واللي بيحققه دي قصة تدرس، لازم تتعمل عمل درامي او سينمائي يتكلم عن قصة الراجل ده، الراجل اللي بدأ من تحت الصفر لحد ما عمل حاجة هو اول واحد يعملها، لانه هو من اللعيبة اللي مش ماشية على خط مستقيم وخلاص، لا هو ما بيوقفش عند تحقيق انجاز معين، هو بسم الله ما شاء الله شغال حلو جدا، مستواه كل يوم يا جماعه بيعلى، وعندنا في 2022 واخد لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز سنه 2022، ومش بس كده، ده كمان كان متصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي ب 23 هدف، وده بالتساوي مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام هيونغ مين سونغ. بالظبط، يعني هنكمل كلام عليه طبعا، ده غير ان هو يعني بيتصدر قائمه اللاعبين اصحاب القيمه التسويقيه الاعلى في الدوري الانجليزي كله، فما شاء الله يعني مش عايزين نحسده. ويمكن هو ما خدش جائزه الكره الذهبيه مع انه كان قريب منها جدا، بس هو افضل لاعب مصري لكره القدم محترف عالميا لحد دلوقتي، اول لاعب يبقى اسمه بينافس نجوم كره القدم زي ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وغيرهم، فحاجة مشرفة بجد بكل المقاييس الحقيقة. ربنا يكرمه دايما رافع راسنا كده. نروح بقى هند لشخصية تانية، وهو لاعب كمال أجسام بيج رامي. يمكن هو كان الفترة الأخيرة واخد الترند، والناس كلها كانت بتتكلم عليه على السوشيال ميديا بعد خسارته لقب مستر أولمبيا 2022، بس احنا هنا هنتكلم دلوقتي عن بيج رامي، هنقول قيمة انه يبقى عندنا اسم مصري في بطولة عالمية زي مستر أولمبيا، واللي بنعتبر دي أشهر بطولة في مجال كمال الأجسام عالميا، وأخذ فيها اللقب الخامس، وقبلها واخدها مرتين، فمش دي الخطوة المفروض اللي احنا يعني نسقف له عليها، هو اوريدي عمل اسم ما حصلش قبل كده. صح، بيج رامي من أكتر القصص كمان الملهمة. بالزبط. فكرة أنه في الفترة الأخيرة لما طلعت الإشاعة بتاعت أنه هو بيج رامي هيعتزل، طلع قال لا أنا مكمل، وده إن دل على شيء دل على أن الراجل ده بيشتغل على نفسه كتير جدا. هو فعلا كان مبهر في مستر أولمبيا، ودايما ببقى عايزة أقول لحد قاعد كده على كنبة في بيته بينتقد الأبطال دول والخسارة اللي بيخسروها، قوم واعمل اللي هو بيعمله، حقق نجاح في أي مجال.
يعني حقق نجاح وبعدين تعالى اتكلم وانتقد. كلنا فخورين بمسيره بيج رامي. كمان اللقطه الاخيره زي ما قلت لكم بعد الشائعات ان هو هيعتزل لما طلع وقال لا انا هكمل حلمي وهدخل مستر اولمبيا السنه الجايه انا عايش ولسه ما متش، ده بياكد لنا قد ايه الراجل ده عنده حلم وطموح لا ينتهي. ويمكن دي الرساله اللي ممكن تكون رساله السنه ونختم بيها السنه، لانه الخساره ما بتوقفش الشخص الطموح اللي فعلا عنده حلم عايز يحققه. الفشل ما هو إلا خطوة من خطوات النجاح، لازم تعدي على الفشل الأول علشان تنجح. بالظبط يا هند. عايزه اقول لك برضو من الشخصيات اللي رفعت اسم مصر كانت البنت المعجزه بطل التنس الطاوله النادي الاهلي هنا جوده، واللي طبعا تم تسميتها بفخر التنس الطاوله المصريه. هنا السنه دي حققت انجاز كبير بتتويجها بالميداليه الذهبيه في منافسات الزوجي المختلط ببطوله العالم للناشئين والشباب اللي كانت على ارض تونس. كانت فخر الجماهير الاهلي والكل المصريين طبعا، كلنا قد ايه فرحنا بيها وشفنا رغم ان يعني سنها صغير لسه عندها 15 سنه، بس لما تشوفيها قد ايه بنت طموحه مجتهده عندها حلم، وده خلاها النهارده قدوه لشباب كتير جدا بيشوفها وبيتعلم منها. انا مبسوطه انك اتكلمتي عن هنا جوده، يعني ان هي فعلا مثال مهم جدا رغم صغر سنها الا انه نجاحها ده يعني ملهم لناس كتير. بس طالما بقى اتكلمنا اميره عن هنا جوده لازم نتكلم عن عمر عصر. عمر عصر يا جماعه لاعب منتخب مصر لتنس الطاوله واللي خد المركز الثاني والميداليه الفضيه لمنافسه فردي الرجال بدوره العاب البحر المتوسط علشان يخلي رصيد مصر يزيد ل 24 ميداليه، منهم 5 ذهب 6 فضه 13 برونزية. حاجة مشرفة لينا كلنا. والحقيقة مش بس الرياضة، كمان اللي احنا قدرنا نثبت نفسنا فيها عالميا. يعني خلينا برضو نتكلم عن المخرج طبعا طبعا محمد دياب، أول مخرج مصري يوصل لمارفل، حقق نجاح كبير في مسلسل مون لايت، وكمان كان في لمسات مصرية مختلفة تانية زي الموسيقي المصري هشام نزيه اللي اشتغل مع محمد دياب في المسلسل وكان ليه لمسة خاصة لأنه حاول ان هو يحط في الموسيقى بصمة الحضارة المصرية، وكان من ضمن قائمة المقاطع الموسيقية المصرية 20 الأكثر استماعا بره مصر. يعني حاجة هي دي بقى اهميه القوى الناعمه. بالظبط. انها ترفع اسم مصر وتحبب الناس في ثقافتها. بالظبط. الاسماء كتير جدا، يعني حقيقي قائمه الاسماء المصريه اللي رفعت اسم مصر في الوطن العربي والعالم طويله جدا. ان شاء الله هتكون ملهاش نهايه، نفضل نزود في كل حصاد اسماء جديده في كل المجالات، وده اكيد هيحصل طول ما في عندنا كوادر ومؤسسات بتدعم الكوادر دي، واحنا كمان بندعم كل واحد بيتعب وبيحقق حلمه في النجاح والعالميه. حلمنا احنا كمان علشان يفضل عندنا ناس واحداث نفتخر بيها ونقدر نتكلم عنها ونستضيفهم كمان معانا. ودلوقتي كمان هروح معاك يا هند للبطولات والانجازات الرياضيه اللي حققناها. طبعا دي استضافه مصر للبطولات دي حدث ولا حرج فعلا. على مدار السنه 2022 مصر كان ليها نصيب كبير من البطولات اللي على ارضها، اهمها بطوله كاس العالم للامم الافريقيه ال 25 لكره اليد للرجال، وكان بيشارك في البطوله 13 منتخب عربي وافريقي. البطوله اللي قدرنا نفوز بيها برضو وحققنا فيها انجازات كبيره واستضفناها وخدناها في نفس الوقت. صح. يعني كانت بطوله من اروع البطولات اللي مصر استضافتها. صح. خليني اخد من كلامك واقول انه دي كانت من اهم البطولات يا اميره، يعني غير كاس الامم الافريقيه ال 25 كره اليد رجال، بطوله كاس العالم للجمباز اللي شارك فيها 34 دوله من كل انحاء العالم، وكمان كان عندنا بطوله افريقيا لكره السله 3-3 للسيدات على استاد القاهره. طبعا منتخب مصر فاز بالبطوله وتاهل لكاس العالم للسيدات 2023 وبطولات تانيه كتير. وبرضو يا أميرة زي بطولة العالم للسلاح كمان وبطولة الخماسي الحديث وبطولة كاس العالم الخماسي الحديث، كل ده بيثبت قدرة مصر على استضافة بطولات عالمية في مختلف الألعاب، خصوصا ان احنا في وقت كان صعب شوية. بالزبط. على دول كبيرة ان هي تستضيف اي حدث رياضي بسبب ظروف كورونا وظروف تانية كتير. صحيح. جدا. فحقيقي المفروض ان احنا نرفع قبعة لنفسنا، نقول نفسنا كده شابو، نقول للمسؤولين للقائمين وزارة الشباب والرياضة كل وزارة السياحة
كل القائمين على استضافة الأحداث دي بصراحة. صحيح، تحية كبيرة مننا لكل الناس اللي تعبت واشتغلت علشان تقدر النهاردة نقعد ونقول إحنا حققنا وعملنا ده. شكرا لكم بجد، ودايما مكملين في كل الإنجازات دي. عايز أخدك برضو يا هند ونروح للحصاد الرياضي وبطولات كرة القدم والألعاب الأخرى بالنسبة لمصر والنادي الأهلي. بالنسبة لمصر في حصاد الإسكواش سنة 2022، خليني أقولك إن سيدات مصر في الصدارة 2022 شهد مشاركة منتخبات مصر في عدد كبير من البطولات العالمية والقارية. يعني للمرة الخامسة في تاريخنا مصر بتتوج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية. وقبل ما تخلص 2022 كانت مصر بتتوج للمرة السادسة برضو، واللي كان السبب في التتويج ده هي اللاعبة الرابعة نور الشربيني. أما بقى بالنسبة لكرة القدم، يعني الموضوع ما كانش أعظم حاجة، مرينا بظروف صعبة جداً. مدير فني أجنبي جديد كارلوس كيروش خسرنا معاه في البطولة العربية، وقلنا ماشي هنعوضها في أفريقيا، وكنا ماشيين فيها كويس جدا جدا ومتقدمين، ووصلنا للنهائي قدام السنغال. للأسف الحظ كان بيعاندنا وبنخسر بضربات الجزاء، بس احنا متحمسين دايما للي جاي. يعني احنا واقفين دلوقتي مش عشان نقول احنا عملنا ايه وحش، لا، احنا مستنيين اللي جاي احسن ان شاء الله. احسن صح. يمكن كمان مش دي كانت اكتر حاجه عارفه مؤلمه للجمهور المصري، اعتقد في الكوره اكتر واصعب لحظه كانت هي ضياع حلم كاس العالم وضياع فرصه التاهل لكاس العالم بقطر بعد الخساره قدام السنغال برضو بضربات الجزاء في 2022. ده بالنسبه للكوره ومنتخب مصر كان الوضع، يعني نقول انه كان صعب، كان صعب جدا على الكوره وجمهور الكوره، لان بعد كده قررنا ان كيروش يمشي. طيب نجيب مين بعده؟ نجيب مدرب وطني مصري. كان الكابتن ايهاب جلال لعب كام ماتش؟ تقريبا حوالي 4 ماتشات، وقالوا له كفايه واقلوه علشان يعتبر اسرع اقاله لمدرب منتخب وطني، ويجيبوا لنا بعده البرتغالي روي فيتوريا. والحقيقه احنا عندنا امل كبير فيه، يعني خليني اقول انه يقدر يخلي منتخبنا يستعيد الأداء المميز، نرجع تاني لمنصات التتويج القارية وتأهل لكأس العالم 2026 إن شاء الله. نفسي أشوف مصر في كأس العالم. لا لا إن شاء الله بإذن الله. والله أنا متفائلة خير جدا إن شاء الله. يعني أنا حاسة إن بعد المغرب يعني المغرب إدتنا كلنا، إدت كل الدول العربية دفعة كده إن إحنا نقدر. ما كانش في حد بيتخطى، كان اي حد برضو بيروح كاس العالم هو بس عايز يبقى موجود. بس دلوقتي لا، ما كانش فيه. دلوقتي المغرب والسعوديه دونا امل كبير قوي. فان شاء الله، يعني ان شاء الله، وان شاء الله زي ما انت بتقولي هو الراجل فعلا بيشتغل وعامل ماتشات حلوه زي ما شفنا كسبنا المنتخب البلجيكي قبل ما يروح كاس العالم، فاداء ونتائج باذن الله مبشره. هاخدك بقى من منتخب مصر لايه؟ لحبيبنا نادي الاهلي، واللي برضه 2022 بالنسبه له في كره القدم ما كانتش اعظم حاجه للاسف الشديد. يعني في 2022 الاهلي كان بينافس على كل البطولات سواء المحليه او القاريه وحتى العالميه. جينا بدانا السنه بدايه قويه، ومحدش كان مصدق اللي حققناه في بطوله كاس العالم للانديه بعد تتويجنا بالميداليه البرونزيه بفوزنا على فريق الهلال السعودي بنتيجه تاريخيه. كانت نتيجة قوية جدا 4-0 على الرغم من كل الصعوبات اللي واجهها الأهلي في البطولة دي، من غياب اللعيبة الأساسية اللي كانت موجودة مع المنتخب وتفاصيل كتير تانية. بس اللي حصل. يعني عارفه دايما احنا بعد اللي انت بتقولي ده يا اميره احنا كملنا، يعني رحنا بطوله افريقيا ولما وصلنا للنهائي وشفنا، يعني خلينا نقول انه كان ظلم وقع علينا ان احنا رحنا لعبنا النهائي مع فرقه الوداد المغربي على ارضها وللاسف خسرنا النهائي وخرجنا كوصيف بطل افريقيا علشان الريتم بعدها يبدا يقل، نيجي نلعب بطوله كاس مصر نخسر، كملنا الدوري ما خدناهوش لحد ما جه السويسري مارسيل كولر اللي بنتفائل خير معاه طبعا، اللي ماشي بشكل كويس لحد دلوقتي مع الفريق، خدنا معاه بطوله كاس السوبر من الزمالك، وان شاء الله ناخد كل البطولات معاه. يعني هو بصي النادي الاهلي سواء كان بيكسب او بيخسر هو النادي الاهلي، واحنا اكتر حاجه بحبها في النادي الاهلي ان احنا بنقف ونقول يا جماعه كان في كذا غلط، ما بنغمضش عينينا عن اي غلط، وفي ولاء ومنتظرين وعارفين ان اللي جاي احسن باذن الله. عايزين برضو نروح على الالعاب الاخرى. الأهلي عامل نجاحات كبيرة جدا في كل الألعاب تقريبا، يعني عندنا مثلا السلة في 2022 كانت مليانة بالإنجازات والبطولات، ونقدر نقول إن الأهلي قدم السنة دي موسم تاريخي مع الأسباني أوجاستي بوش المدير الفني اللي بيحقق مع الفريق 5 ألقاب.
صح فانجاز صح. شفنا برضه. كمان اداء رائع رائع من فريق السله الموسم ده، بدايه من فوزه ببطوله دوري منطقه القاهره والفوز على نادي الجزيره بنتيجه 76 ل 55، وبعدها التتويج ببطوله الانديه العربيه لاول مره في التاريخ بعد فوزه على الكويت الكويتي، وطبعا كمل المارد الاحمر بقى تفوقه بالفوز ببطوله دوري المرتبط على حساب الاتحاد السكندري، وكمان التتويج بكاس مصر على حساب زعيم الثغر، وتاهلنا لدوري كره السله لاول بال افريقي مره في تاريخنا. فنجاح كبير جدا على مستوى السله الحقيقه، واللي ما يختلفش عليه برضو تنس الطاوله. نقدر نقول ان الاهلي كان زعيم الدوري السنه دي، ميداليه تاريخيه بالبحر المتوسط وسيطره افريقيه معتاده ومواهب صاعده وبقوه محليا وقاريا وكمان عالميا. بالظبط يا هند، وكمان اليد نادي الاهلي يعتبر من اكثر الفرق اللي بتفوز ببطولات في كره اليد كمان، يعني في الدوري المصري واخدين اللقب 23 مره وتسع مرات كاس مصر وكاس الاتحاد المصري في ثلاث مناسبات، وده كمان غير كاس التميز المصري مره واحده. يعني السنه دي في 2022 فاز النادي الاهلي بلقب كاس السوبر الافريقي للمره الثانيه في تاريخه، والمره الثانيه على حساب الزمالك، فحاجه عظيمه جدا جدا. يعني بكده يعني نبقى تقريبا خلصنا الاحداث اللي حصلت والبطولات اللي شاركنا فيها وخدناها طول السنه والانجازات اللي حققناها.